لله رب العالمين، والصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الرابع والعشرون بعد المئة الأولى من كتاب الأدب المفرد لإمامنا محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الجامع الصحيح عليه من الله شآبيب الرحمة والرضوان. الباب، قال: باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيب. هذا الإمام البخاري شغل عجيب، يعني يتابع أدق الآداب ليقول لك هذا يجوز وهذا يجوز، لكن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف العنوان: باب الخروج إلى المبقلة. شو هي المبقلة؟ الأرض التي تزرع بالبقل، يعني ما نبت في بذره. يعني الآن البقل، البازاليا، على الأرض بتلاقيها وبالبذرة بتطلع، أنت فاهم. الفول، كل هذا بيدخل بالبقل، الحمص. أما في شيء ينبت بالثمر، يعني بيطلع الشجر على ساقه ثم بعد ذلك يمتد يتفرع عن الشجر، عن الغصن، عفوا، عن جذع الشجرة أقصار، ثم تنبت الثمرة. لا، في نوع ثاني ينبت على الأرض من البذر، يعني ما نبت في بذره. طيب، قال: وحمل الشيء. أولا الخروج إلى المبقلة. المبقلة يعني جواز الخروج إلى المبقلة، واحد موجود بأرض تروح لعنده وتزوره، ما في مانع من ذلك. وحمل الشيء على عاتقه، سيأتي معنا أنك تحمل شيء على عاتقك، على كتفك. شو قديش هدول دقيقين عم يتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعم يتبع اليهود وما لا يجوز. إلى أهله بالزبيل. الزبيل هو عبارة، شلون احنا بنقول الكيس؟ مثل الكيس بس مصنوع من يعني، اللهم صل على سيدنا محمد، من القصب، من الخش، لا من الخوص، من ورق النخيل. هذا النخيل في جريد اسمه جريد النخيل، يربط لبعضه البعض وبعدين بينعمل له مثل السك، بينعمل له ايد، هذا اسمه الزبيل. وبه اليه قال: حدثنا اسحاق. بده هذا الحديث شويه هيك انتباه حتى نقدر يعني ما نضيع فيه. وبه اليه قال: حدثنا اسحاق بن مخلد عن حماد بن اسامه عن مسعر قال: حدثنا عمر بن قيس عن عمرو بن ابي قره الكندي. اذا عمرو بن ابي قره الكندي، في عنا عمر وفي ابو اسمه ابو قره، ركزوا فيها. قال مين اللي قال؟ عمرو. عرض ابي، يعني مين ابو؟ ابو قره. عمرو الحديث اخر سند فيه، آخر رجل فيه، عن عمر بن أبي قرة الكندي. قال، يعني قال عمر: عرض أبي، يعني عرض أبو قرة الكندي على سلمان أخته. عرض عليه أخته لزوجه إياها. هذا دليل أنه بجوز الإنسان، شوف من هون بيصنفوا الأحاديث، بجوز الإنسان أنه يعرض بنته، يعرض أخته إذا وجد رجل صالح. شوف واحد مثل إبراهيم بيقول له: أخي أنا عندي بنت تزوجها، مو هيك عمل سيدنا شعيب؟ قال: إني أريد أن أنكحك. لمين قال له؟ لسيدنا موسى: أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجاج، تشتغل عندي 8 سنين، هذا المهر، فإن أتممت 10 فمن عندك. فبجوز، انتبهنا. عرض أبي على سلمان أخته فأبى، ما بده إياها، وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة. فبلغ أبا قرة، أبو قرة العمر ساعته عم يحكي، وأبو قرة أبوه لأنه عمر ابن أبي قرة. فبلغ أبو قرة أنه كان بين حزيفة وسلمان شيء. خلص الخمس دقائق؟ معك إلا شيء بالسر. أنه كان بين سلمان، بين حزيفة وسلمان شيء، يعني في سوء تفاهم، في تاتش بنسميه نحن بزماننا، في سوء تفاهم بيناتهم، خلاف. شو هو السوء التفاهم؟ انه اخي، انه في النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث ذكر مثلا
شتم إنسانا بعينه، سب إنسانا، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، غضب من إنسان بعينه. فأبو سيدنا حذيفة عم ينقل هذه الأحاديث، إنه هو ما بيليق إنك تنقل هذه الأحاديث، لكن سيدنا حذيفة عم يقول هي أمانة. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعني يغضب، يعني يغضب كما يغضب البشر وكذا. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، إني لأغضب، إني لبشر وإني لأغضب كما يغضب البشر، لكن بضوابط الشرع. قال: فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، فأتاه يطلبه. هذا باب يصلح بيناتهم، وين هذا سلمان؟ قالوا له بالمبقلة. عرفت ليش عنوان؟ فأتاه يطلبه، فأخبر أنه في مبقلة الله، في أرض بزرعها له، فلقي ومعه زبيل فيه بقل. الزبيل شو قلنا؟ هو الكيس الكبير يلي بيحط فيه، يلي بيجمعه من هال، بيحصد من هالحصاد، من هالزرعات، من هالبقل. نعم حجي، سيدي اسمه زنبيل، هذا مو زبيل. لا، نحن عم نحكي بالفصحى، هلا شو بتقولوا له موضوع ثاني. ايه، الزبيل هذا بنص الحديث. نعم، ومعه زبيل فيه بقل، قد أدخل عصاه في عروة الزبيل. العروة بتعرف الكيس لما بيحطوا له الإيد من فوق، هي بسموها عروة. شلون عروة اللي هي يعني تشبيها، لكن تحط إيدك هيك بتعمله هيك بإيدك، بده واحد يكون مثل أرطغرل هيك ماكل ورجال معبى هذا كله خيرات، يحط إيده هيك ويحمله. أي نعم. قال: قد أدخل عصاه في عروة الزبيل. نعم، يعني فيما يمسك به الجراب، وهو على عاتقه، عمل له هيك وحطه على عاتقه على كتفه. فقال: يا أبا عبد الله. أبو عبد الله هو نفسه سلمان، عم يخاطبه مين؟ أبو قرة الكندي. ما كان بينك وبين حذيفة؟ ليش أنت وياه مختلفين؟ هيك الأخ، شو شيخ إبراهيم هيك؟ شيخ علاء هيك الأخ، شو بيعمل؟ إذا لقى اثنين مختلفين بصلح بيناتهم، مو إذا لقى اثنين مختلفين بيروح وبينزل بقى، بروح لعند هذا بسمعت شو عم يحكي عليه، بروح عند الثاني بسمعت شو رد عليه، بسمعت شو قال له، بشعلها نار بيناتهم. لا، هذا ما له اخ. لا، بيجي لعند الاخ الاولاني بيقول له والله هذا رجل طيب وكذا، طلعت منه كلمه وغلط والله يهدي، وكلاتنا بشر. بروح لعند الثاني بيقول له كمان، بيقول له نفس الكلام عن الاولاني حتى تطيب الخواطر. قال: ما كان بينك وبين حذيفه؟ قال: يقول سلمان: وكان الانسان عجولا. هيك انه الله قال: وكان الانسان عجولا. فانطلقا حتى اتيا دار سلمان. هلا رجع من المبقله هو وياه، احنا نكمل الحديث شو بدنا نعمل، ولا شرطنا طويله ما بنعود اظن اسمه، كل مره بدنا نرجع نشرح. حتى اتيا، فانطلقا حتى اتيا دار سلمان، فدخل مو راح يجيبه ويصلح بينه وبين حذيفه. ابو قرة الكندي راح يصلح بين سلمان وحذيفه. لما وصل عند سلمان قالوا له بالمبقله، رحنا عنده على المبقله، لا حامل الكيس هذا الزبيل حطه على كتفه وفيها الخيرات. بعدين قال لهم شربوا على البيت، رجعوا بقى من المنقله الى المكان اللي فيه سكنه. فدخل سلمان الدار، شيء طبيعي تفوت لعندك يا ابراهيم تقول استنى انا اخذ لك طريق. فدخل سليمان فقال: السلام عليكم، ثم اذن لابي قره، يعني اخذ له طريق، نبسط الحديث حتى يكون واضح. ثم اذن لابي قره فدخل، فإذا نمط موضوع على باب. النمط نوع من البسط محطوط، كانوا يزينوا أحيانا البيوت، مدخل البيوت يزينوها بسط. وعند رأسه لبنات، اللبنات يعني مثل يعني بيجي بيحطوا هيك شغلة بيحطوها كمان بزينوا، لكن بقى من طين أو من كذا. قال: المضروب من الطين مربعا، على شكل مربعات بيحطوها هيك بزينوا، بيحطوها هيك بأي شكل، يعني هيك كانت الهندسة عندهم. وإذا قرطاط أيضا، قال القرطاط بضم القاف وبكسرها قرطاط، السرج والشيء اليسير. انتبهنا، يعني كمان حاطط شغلة معلقة فوق إلى جانب اللبنات كمان للتزيين. فقال: اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. ثم أنشأ يحدثه فقال: إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام. يعني في النبي صلى الله عليه وسلم غضب على بعض الأقوام، حكى فيهم كلام،
فنيجي نحن نحكي هلا نقول هيك قال على فلان وابنه موجود، ممكن هذا يعمل ضغائن بين الاقوام او القبيله اللي نحكي انه من هذه القبيله كان فلان يعني غضب عليه النبي عليه الصلاه والسلام، فيصير ضغائن احقاد يعني غضبه لاقوام. عم نرجع من اول الجمله. كان يقول ان حذيفه كان يحدث باشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغضبه لاقوام، فأوتى فأسأل عنها، يجوا لعندي يسألوني، فقال لهم حذيفة أعلم مني، فأقول حذيفة أعلم بما يقول، وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام، يعني أنا ما أخذ وأعطي بالموضوع كلياته، أحول الموضوع على حذيفة، أقول له هو أعلم مني، يكون حذيفة هو اللي راوي الحديث، فأوتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول، يعني لا هو عم قالوا له لا هو عم يصدقك ولا هو عم يكذبك. بلشت بقى المشاكل، ليش ما عم تصدقني؟ أنا صادق وعم بقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءني حذيفة فقال يا سلمان ابن أمي سلمان، فقلت يا حذيفة ابن أمي حذيفة، شو لما يكون الاثنين هيك في بيناتهم طقس وكذا، يا أبو معاذ ابن أم معاذ، قلت لي يا أبو تميم ابن أم تميم، لاحظت اللهجة؟ نعم. لتنتهين، قال له سلمان، لتنتهين او لاكتبن الى عمر، انه انت هيك يعني عم تساوي. فلما خوفته بعمر تركني، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد ادم انا من ولد ادم، يعني انا من ظهر ادم، ابي ادم. نعم. فايما يعني أن يصدر مني ما يصدر من ولد آدم، بشر يعني، أي معنى تكلم عبود أنا بشر، من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنه، يعني إذا واحد أنا اعتقد أنه أخطأ فأعطيته الكلمة التي تناسبه ثم تبين أنه هو يعلم أنه ليس بمخطئ، أنا بشر يعني إذا لم يوحى إلي بشيء قد شو قال بحديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له على نحو ما أسمع منه فلا يأخذ منه شيئا فإنما هي قطعة من نار جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة أو سبة في غير كنهه، يعني في غير ما يستحق، فأجعلها عليه صلاة، يعني هي تصير دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة من النبي عليه الصلاة والسلام، الله بيجعله إياها. لكن يعني أنت قد الآن تزعل مني وتعتقدني أنا غلطان وأنا مالي غلطان، النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل معه هيك أمر وزعل من واحد وكان ليس مخطئا وأخذ بظاهر الأمور، نحن علينا بالظاهر، إذا ما الواحد قال له إيه قال هذه تصير رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة من النبي عليه الصلاة، يعني دعاء من النبي عليه الصلاة وهكذا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حديث ثاني بقى بده درس لحاله كمان شوي طويل.